السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد يحيى زكريا، استشاري ومدرس جراحة الأوعية الدموية كلية الطب جامعة الأزهر. هكلمكم النهاردة عن مرض مشهور جدا خصوصا بين السيدات. المرض ده هو مرض الدوالي. هو الدوالي في الحقيقة في ناس مش بتعتبره مرض لأنها ما تعرفش إيه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل له. ممكن بعض الناس تعتبره شيء من تجميل، يعني مجرد شكل مش ظريف للرجل، ولكن هو في الحقيقة نقدر نسميه مرض بيسرق مننا حاجات كتير قوي من رجلنا، وكمان ممكن يأثر على حياتنا. مرض الدوالي هو مرض شائع جدا خصوصا بين السيدات، يصيب نسبة كثيرة جدا من السيدات. من أهم أسبابه في عوامل وراثية. في الأصل المريض دوت أو المريضة بيكون عنده قابلية أن يحصل له دوالي نتيجة لضعف في جدار الأوردة العميقة أو نتيجة لضعف في النسيج الضام اللي بيكون الأوعية الدموية بتاعته. يعني في حاجات بتزوده زي الوقفة لفترات طويلة، خصوصا حاجات اللي هي الناس اللي بتقف لأكتر من 6 أو 8 ساعات في اليوم. برضو حاجات بتزوده زي الحمل والولادة. مرض الدوالي في الأول ممكن يكون مجرد عبارة عن شكل مش ظريف بنشوفه في الرجلين، ولكن الحقيقة إن اللي جوه الأنسجة أو اللي تحت الجلد شيء تاني خالص غير اللي بيبان على الجلد. مضاعفات مرض الدوالي، عشان حاجة دي اللي تخلينا نبقى يعني نعرف إحنا نتعامل مع إيه بالظبط. مرض الدوالي ممكن لا قدر الله يعمل جلطة، والجلطة دي ممكن لا قدر الله تطلع الشريان الرئوي وتسد الشريان الرئوي، وبالتالي المريض ما يقدرش يتنفس، وممكن لا قدر الله تسبب الوفاة. ممكن يحصل مضاعفات تانية زي ان الأوردة تفرقع، يحصل نزيف غير عادي، نزيف طبعا بيبقى نزيف بشع. ممكن يحصل تغيرات في الجلد، يحصل احمرار، يحصل غمقان للون الجلد، ممكن يحصل قرحة مزمنة بتقعد بالسنين، بيبقى صعب ان هي تتعالج شوية. مرض الدوالي على قد ما هو الناس بتبص له على انه حاجة عادية مش مسببة لها ألم، لكن هو فعلا ممكن يؤدي بحياة الإنسان إلى مرحلة ان هو ينهي حياة الإنسان. طبعا أول علامة من علامات، هو في علامتين ممكن يعرفوا الإنسان احنا نتعامل مع دوالي. رقم واحد الألم، رقم اتنين الشكل. الشكل مش ظريف ده ممكن يجيب ناس يقول يا جماعة أنا عندي دوالي عايز أتعامل معها. الحاجة التانية هو موضوع الألم، لأن ألم الدوالي هو ألم مختلف شوية. ممكن ناس يبقى ما عندها دوالي مش ظاهرة في رجليها، لكن في حاجة ممكن نطلق عليها مجازا دوالي داخلية، اللي هي حاجة اسمها ضعف في جدار الأوردة العميقة، وده برضو بيعمل ألم. الألم ده بيبقى عبارة عن تقل في الرجلين، تحس إن رجليك تقيلة، تحس ان في ورم بسيط في الرجلين من تحت او حتى في السمانه. السمانه تبقى محجره او ناشفه بالمصطلح الدارج بتاعنا. كمان ممكن يحصل شد عضلي او يقوم الواحد من النوم بالليل، شد عضلي يقومك من النوم بالليل. علشان طبعا نعالج الدوالي دي، اول حاجه لازم نعمل اشعه دوبلكس. دي اشعه تلفزيونيه عاديه خالص، هي زي السونار اللي بتعمل على البطن، مش مؤلم ولا في اي مشكله خالص. حسب الموجود في الأشعة، ممكن يكون موجود ارتجاع في الصمام العميق، ممكن ما يكونش موجود. حسب اللي بيطلع لنا في الأشعة بنعالج الدوالي. علاج الدوالي حاليا بقى يعني بصراحة صيحة كبيرة جدا جدا جدا. دلوقتي احنا عندنا تدخلات في علاج الدوالي، ما عدناش زي الأول بنلجأ للجراحات بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة. دلوقتي المريض ممكن إن شاء الله يدخل يعمل عملية الدوالي بالليزر أو بالتردد الحراري بشكة صغيرة عن طريق القسطرة. بندخل على الوريد اللي فيه المشكلة أو الصمام اللي فيه ارتجاع، بنصلح الصمام دوت بالقسطرة، أو سواء كان بقسطرة الليزر أو بقسطرة التردد الحراري، نصلح الوريد اللي فيه المشكلة بالليزر أو بالتردد الحراري، ونخرج بدون غرزة واحدة. العملية دي ممكن نعملها دلوقتي ببنج موضعي. العملية دي المريض بعدها على طول ممكن بساعة أو بساعتين يرجع يقوم يتحرك ويرجع شغله تاني يوم. يعني لو حد حابب يعملها كده ببنج نصفي او بنج كلي لمده نص ساعه مفيش مشكله خالص.
اللي عايزين نوصله للناس النهاردة إنه مرض الدوالي هو مرض خطير، ما حدش كتير عارف مضاعفاته، ولكن علاجه دلوقتي بقى سهل جدا جدا. حتى موضوع الأسطرة ده حل مشاكل كتير قوي، بدل ما كان بيبقى فيه جراحة تقليدية والمريض بيرقد في السرير أسبوعين وخياطة وغرز وشكل مش ظريف، الموضوع ده كله دلوقتي بقى أحسن بكتير بكتير. الدوالي ممكن تخلي ناس ما تكملش شغلها، الدوالي ممكن لا قدر الله مع الحمل تسبب جلطات تؤدي بحياة المريض لنهاية مش ظريفة. يا ريت لو حد عنده بداية دوالي ياخد باله منها بدري ويستشير الدكتور بدري ويعالجها بدري، العلاج بقى سهل والدنيا بقت تطورت واحسن بكتير. وان شاء الله ان شاء الله نشوفكم مره تانية مع امراض تانية من امراض جراحه الاوعيه الدمويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.